تونس بلاد الخير لو يقع تثمين كل الثروات الطبيعية ما نستحق لا لصندوق النقد الدولي ولا لأي طرف أجنبي. اليوم باش نحكي لكم على حاجة كانت تلوث الطبيعة، كانت تلوث المحيط نتاعنا خاصة في فصل جني الزيتون. تعرفوا المادة اللي نسميوها الفيتورة. الفيتورة اللي نورمالمون كانت تترمي هي والمرجين وتعمل الروايح من نقمة إلى نعمة. الفيتورة للناس مش لاقية شنو تعمل بها، اليوم بالعلم وبالتكنولوجيا ولينا نخرجوا منها بارشة حاجات ثمينة. كما نعرفوا الزيتون، والزيتون تبارك الله شجرة مباركة ما يتيش منها حتى شين، كل شين نستغلوه. عندنا يونيتي دو باساج، ناخذوا الفيتورة ونعاودوا نخدموها، نعاودوا نخرجوا منها الزيت، نخرجوا منها النويو اللي هو يتصدر، وعمم طو يزيدوا يتعودوا مره اخرى وتعود تخرج مره اخرى زيت وكل. نمشي معاك بالمرحله بالمرحله. المعاصر الاخرى في عوض ما ترمي الفيتوره وتطيشها انتم تاخذوها وتشريوها ثم يقع استغلالها من جديد من خلال عصرها واستخراج زيت زيتونه من جديد ثم مواد اخرى مفيده. فسر لي بالحاجه بالحاج. نشريو الفيتوره من عند المكنجيه من المعصر الكل. هونيا ثم تصير الريسبسيون، تدخل نعاودو نخدموها، تتعدى على عده مراحل مش تنظف، خاطر مش لازم يجي فيها حوايج شويه، ثم حجر ثم كذا، فهمتي؟ تعود تتعدى على الغربال، تتعدى من بعدين على دينويتوز، نحيو منها القلب نتاعها، هذاك يتصدر يتباع بسوان باهية، ومن بعدين تدخل على الملاكساج وتتصير لها اكستراكسيون تاع الزيت من الاخر. باهي، إجا نقربو، إجا نقربو، هاتلي شوي، هاتلي شوي، هاتلي شوي، باهي، هذيا الفيتورة. معناتها كي ناخوها بيدي هايك لزجة، يعني فيها زيت زيتونة، مازالت معبية بالزيت. قديش الطرناطة تعطيك تقريبا؟ ما بين الان و 2% زيت. معناتها تنجم تعطيك كميات محترمة. اي اي بيه، يعني الزيت يعاودوا يخرجوه والنوعية نتاعو شني؟ احنا نقولوا زيت فيتورا اللي هو ويل دو غرينيون، ومن بعد يمشي للرافيناج، يصير له رافيناج يولي كونسومابل يتاكل. باهي، اليوم نحكيو على ازمه نتاع زيت في بلادنا، ونحكيو على الاف الاطنان من ماده الفيتورا اللي تطيش، لكن عند تثمينها نتحصلوا على طرانت نتاع زيت زيتونه ممتاز الكاليتي نتاعو، وافضل من زيت السوجة اللي نوردوا فيه وناكلوا فيه، صحيح ولا افضل وانفع وخير فيه على جميع المستويات من زيت السوجة ومن زيت المايس. باهي، نمشيو للجهه الاخرى. بعد ما يصير التريتمون تاع الفيتوره يخرج الماده هذه، هاو نشوفوها اللي هي القلوب نتاع الزيتون، هكا ولا باهي. هذا شنو يصلح؟ سورس دينيرجي نستعملوها، يخرج يستعملوها للشودير في الديار وكل شيء، خاطر ما يدخنش برشا وما يعملش هذايا، يشيحوه ويستعملوه في اوروبا في التسخين هكا ولا طيب في التسخين. باهي، تبارك الله، معناتها ما يترميش شيء. لا ما يترمش، ما يصلحش للاعلاف الحيوانات. البات هذيك اكثر تمشي للعلف الحيوانات. فما ماده اخرى يخرجوها، انا باش نوريها لكم، نتنقلوا لمكان اخر باش تشوفوا راهو تنجم البقايا نتاع الزيت الزيتونه الفيتوره نتاعو تتولي علف للحيوانات. البات نتاع الفيتوره نتاع الزيت زيتونه او البقايا
نتاع الكعبه نتاع الزيت بعد ما تترحى ينحوا منها القلوب تولي البات هذايا صالح لصنع الاعلاف. وي اي سيتو بالجنوب ياخذوها برشا تمشي يخلطوها مع العلفه للجمال وللنعاج ولكل شيء. هي تري ريش بالمعادن بالطبيعه ومن افضل المواد اللي تستهلكها الابقار والجمال والاغنام هكا ولا؟ وي وفيها برسنتاج نتاع زيت وفيها شويه من ويو تمشي رطبه شويه ينجموا ياكلوها على الاغنام. حتى مع السدير. حتى مع السدير ياك. سيرتو ها هو حل من الحلول اللي نجموا نصنعوا به الاعلاف للحيوانات. وي هي حل واحنا كل عام معناتها الجنوب الكل يجي ياخذ باش يعلفوا بها سيرتو للجمال. تمشي لها معلفه وترخص. طيح في الكوم تاع العلفه اللي لموما خلطوها مع السديري. يعني اليوم الفيتوره في عوض ما تطيش وتوسخ البيئه نجموا نطلعوا منها الاعلاف الزيت زيتونه والقلوب اللي تنجم تتصدر وتجيب العمله الصعبه. وي ما برسك ما تيش منها حتى شيء راه مش تخرج الزيت مش تخرج الويوم مش تخرج البات اللي تنجم تمشي للعلفه بغلف انها تمشي للعلفه هذه تمشي للرافينوري يعاود يخرجوا منها زيت مره اخرى تصير اكستراكسيون بالاكزان. هذه اكستراكسيون ميكانيك احنا نعملوا فيها ثم اكستراكسيون شيميك بالاكزان زيد يعاود يخرجوا منها الزيت. لكن ما تسخلوش في العمليه سهله لازمها معناتها ماتريال لازمها الات لازمها ماكينات ولازمها انفستيسمون باش تنجم تعمل الحاجه هذه كل. وي بالنسبه للاكستراكسيون شيميك تحب لها انفستيسمون كبير وخدمه اخرى. واحنا قاعدين نوريو في الماكينات معناتها اللي تعاود تعمل رافينمون تاع الفيتوره وتخرج منها الزيت وتخرج منها الاعلاف وتخرج منها المواد اللي يستعملوها في التسخين. وي احنا جيست معناتها الاكستراكسيون ميكانيك نخرجوا منها دي بارتي وثم دي بارتي كيما قلت لك يقعدوا اللي هما يمشيوا لل يا يمشيوا توا هكا كيما هكا للعلفه يا سينو يمشيوا للرافينوري ويعملوا ديزيم اكستراكسيون شيميك. يعطيك الصحه وبطبيعه الحال كلامي هنا موجه الى الاداره التونسيه اليوم تصدير الفيتوره معناتها هكاكه كما هي الى بلدان اوروبيه مهما كان المدخول نتاعها حاجه ما تصلحش يلزمها تتثمن في بلادنا وتخرج مواد معناتها اخرى اللي تنجم بالحق تجيب اضعاف اضعاف الثمان المداخيل نتاعها كي تتصدر وهي معناتها مش مخدوم.